بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم في محاضرات الماسكولوسكريتال الألتراساوند. وإن شاء الله رب العالمين النهاردة هنتكلم عن imaging of the muscle and tendon by ultrasound. بداية أحب أديكم فكرة عن الأناتومي، علشان ببساطة شديدة لما هنفهم الأناتومي هيبقى فهم ما يختلف على الاناتومي اللي هو هيكون الباثولوجي هيبقى سهل علينا جدا بإذن الله. فزي ما حضراتكم عارفين ان احنا عندنا المصل في الجسم بتنقسم لثلاث انواع: الكاردياك مصل، ودي انفولنتري مصل، السموث مصل زي اللي موجودة في الجي اي تي ودي انفولنتري مصل، والسكريتال مصل ودي فولنتري مصل، ودي اللي هنكون معنيين بالكلام عنها اليوم ان شاء الله. فاحنا عندنا اشكال السكليتال المصل بتبقى قد تكون فيوزي فورم ومثال لها البايسبس، او بارارل ومثال لها الريكتاس ابدومينس، او سيركمبينت كونفيرجنت ومثال لها البيكتوراليز ميجور، او يوني بينت زي البالمر انتر اوسياي، او باي بينت زي الريكتاس فيمورس، او مالتي بينت زي الدلتويد، او سيركلر زي الاوربيكولاريس اوكيولاي. ومعرفتنا بالمصل هتخلينا نقول ان المصل بتتكون من فيسيكلز او فيلامنتس، ودي اللي بتدي للمصل الشكل المميز في الالتراساوند زي ما هنشوف مع بعض، وبتبقى متغطية كل فيلمنت وكل مجموعة فيلمنت وكل مصل متغطية بفايبرو اديبوز كونكتيف تيشو بيسمى الميزيوم، وبيختلف اسمه بناء على its anatomical location زي ما هنشوف لاحقا. المهم ان شكل المصل بيعتمد على تكوين المصل ماتريكس with its component من الانتراماسكولار فات and الفايبرو اديبوز تيشو. بعض المصل بتنتهي بتندون، والتندون ده بيبقى عبارة عن فاشية في نهاية المصل كورد لايك، وده اللي بيثبت المصل في البون سواء من جهة الانسيرشن او من جهة الاورجن. بعضها بيبقى فيها حاجة تشبه التندون، ولكن دي بتبقى ايه، مدفونة او في وسط العضلة، بيبقى اسمها ابونيوروزيس. ده عبارة عن برود فايبرس شيت موجود مثلا هنا زي اللي هو لونه ابيض ده في ريكتاس ابدومينس، او مدفون في اون ذا باك اوف ذا ماسل زي اليوني بينت ماسل. وكلمة بينت بتبقى معناها ان الفيلمنت او الفيسيكل بتاع المصل بتبقى شكل الريشة بتتجه بشكل متوازي ولكن شكل منحرف عشان تعمل انسيرشن في الابونيوروزس سواء من جهة واحدة زي اليوني بينت مصل، او من جهتين زي الباي بينت مصل، او باكتر من جهة زي المالتي بينت مصل. اذا التندون والابونيوروز زي ما نتكلم لاحقا الاثنين بيؤدوا نفس الوظيفة، واحد منهم بيبقى امباكتد في المصل نفسها، ده الاول ابونيوروزس، واحد منهم بيبقى بعد انتهاء المصل فايبر زي التندون، والاثنين بيعملوا مهمة فيكسيشن اوف ذا مصل في البون او في الادجيسنت مصلز. لو خدنا قطاع عرضي في المصل هنلاقي ان المصل بيبقى لها كبسول او كفر بيسمى الابيميزيوم، ده كونكتيف تيشو كبسول بيحوط بالايه، بالمصل، ويساعدها انها بيقوم بمهمة الفيكسيشن وبيعمل لها بروتكشن، ولو حصل في اي تير او تروما ممكن يؤدي ل مصل هيرنيشن، يعني الكونتنت بتاعتها تبقى بي هيرنييتد اوتسايد ذيس كبسول. جوه المصل نفسها كل مجموعة من الفيلمنت
بتكون باندلز، كل مجموعة باندلز مع بعض بتتحوط بغلاف آخر اسمه البريميزيوم. وداخل البريميزيوم كل فيلمنت أو كل مجموعة فيلمنت مع بعض يتحوطوا بالإيه، بالإندوميزيا. يبقى لو حبيت أشبه لك الشكل بتاع المصل with its covering هشبهها بكأنها مجموعة غرف في شقة. الغرف اللي في شقة بتكون شقة، أكتر من غرفة بيكونوا إيه، شقة. الشقة دي بتبقى متحوطة بجدار، هذا الجدار الذي يحمي هذه الشقة ويحافظ على to protect its content، ده اسمه الإيه، الإندوميزيوم. الإندوميزيوم كل مجموعة شقق في دور واحد بتتحوط بجدار to protect هذا الدور أو to protect مجموعة الشقق دي، يبقى ده بيسمى الإيه، البريميزيوم. كل مجموعة أدوار بيكونوا عمارة، العمارة دي بيبقى لها جدار يحيط بيها ويحفظها ويحميها، حافظ عليها، ده اللي يسمى إيه، الإبيميزيوم، بيسمى الإبيميزيوم. يبقى كده فهمنا الفرق ما بين الإندوميزيوم والبريميزيوم والإبيميزيوم. فده أبسط تمثيل لفكرة المصل بإتس كونتنت بإتس كفرنج، عشان نفهم بعد كده الشكل اللي هنشوفه في الألتراساوند. الالتراساوند عشان نعمل اكزامينيشن للمصل بنشوفها ان لونجيتودينال سيكشن او ان ترانسفيرز سيكشن. لو شفناها في اللونجيتودينال سيكشن هنلاقي ان الفيلمنت بتاع المصل with its covering بتتاخد شكل خطوط طولية. الخطوط الرفيعة دي بتمثل فيلمنت او مجموعة فيلمنت صغيرة متحوطة بالاندوميزيوم. الخطوط المور سيكند دي باندلز مع بعض بتبقى متحوطة بال ال ال الابيميزيوم. والمصل كلها بتبقى متحوطة بالايه، بال اللي هو زي ما احنا شفنا الإبيميزيوم. يبقى بالتدريج كده من جوه لبره، الاندو البيري الابي، يبقى الابي ده اللي بيحوط المصل كلها مع بعضها. تعالوا نشوف في الترانسفيرس سيكشن، هناخد تي اس وناخد فيه قطاع بسيط لمجموعة فيلمنت او فيسيكلز مع بعض، وهنقول ان هذا الخط الابيض السكن ده اللي هو الايه، نرجع تاني ونشوف مع بعض، اللي هو الايه، البريميزيوم. البريميزيوم تمام. طيب امال ايه النقط الصغيرة اللي جوه دي؟ دي الفيشيال كفرنج بتاعت ايه، فيلمنت صغيرة او مجموعة فيلمنت بسيطة مع بعض، تسمى الايه، الاندوميزيوم. واللي بيحوط المصل كلها مع بعض اللي هو ايه، الايبي ميزيوم. الايبي ميزيوم تمام. طيب لو شفنا تاني قطاع طولي او لونجيتودينال سكان في المصل، هنلاقي ان الايبي ميزيوم بيحوط المصل بندل زي ما احنا شايفين كده، وبيبقى لها الابونيوروزس اللي هو عبارة عن فاشيال كفرنج بالفيلمنت نفسها بتاع المصل بتتجه ناحيتها بشكل متوازي ولكن بشكل مائل زي الريشة، وبيعملوا انسيرشن فيها. والابونيوروزس بتثبت المصل دي اما في مصل مجاورة واما في البون. بعد انتهاء المصل الابونيوروز دي بتتحول لتندون، والتندون ده بيعمل انسيرشن في البون. لو حبيت اشبهها لكم تشبيه بسيط عشان اسهل الامور عليكم، فهنعتبر المصل دي زي بالظبط ايه، الخيارة، وهناخدها خطوط طولية
وهناخدها ونقطعها بطريقة عرضية. لو قطعناها بشكل طولي هنلاقي ان الشرايح اللي قدامنا دي نقدر نقيس منها طول العضلة او نقيس منها الوايدس بتاع العضلة. ولو صورنا المصل في الترانسفيرز او الاكزيال سكانز هنقدر نعرف من الاكزيال سكان او الترانسفيرز سكان دي السكنس بتاع المصل او الكروس سكشنال اريا بتاع المصل. ازاي بتقيس الكروس سكشنال اريا؟ الكروس سكشنال اريا بيبقى دايما عندك اختيار في الميجرمنت بتاع المصل بيبقى فيها عبارة عن ايه؟ بيقول لك اختار اما انك تقيس دايمتر او تعمل تريسنج او تقيس اريا او تقيس فوليوم. فانت في هذه الحالة هتختار تقيس اريا، ولما تمشي داير داير على المصل في ترانسفيرز سكان بعد ما تنتهي من ان انت ترسم الكرسر حوالين المصل في الترانسفيرز اريا يبقى دي معناها ايه؟ معناها ان هو في الاخر هيديك ميجرمنت. هذا الميجرمنت اما ان هو بيكون بشكل بيديك سنتيمتر مربع او بيديك سنتيمتر فقط. السنتيمتر المربع هو الايه؟ الاريا، ده اللي احنا بندور عليه، بينما السنتيمتر فقط ده السيركمفرنس. طب ليه انا بيهمني الكروس سكشنال اريا وبيهمني السكنس؟ دول اهم اتنين ميجرمنت عندنا فيما يخص المصل. ليه؟ لو المصل حاصل فيها اتروفي السكنس هتقل والكروس سكشنال اريا هتقل. لو المصل حصل فيها فاتي ديجنريشن السكنس هتزيد والكروس سكشنال اريا هتزيد. لو المصل فيها باراليسيس او فيها سباستيستي والمريض ده بيتعالج بالفيزيوثيرابي فبالتالي بيعمل فولو اب عندنا وبنشوف المصل قبل وبعد العلاج ايه التغير اللي حصل فيها. بنعرف التغير ده ازاي؟ من خلال السكنس او كروس سكشنال اريا. لو سألتني عن ميجرمنت واحد هو الاهم فهقول لك الكروس سكشنال اريا، هو ده اللي بتقدر تعمل بيه اكيوريت ميجرمنت للمصل او فولو اب للمصل في حالات ان في مصل اندر فيزيوثيرابي او فيزيكال ثيرابي. تمام، يبقى ده الايه؟ الكروس سكشنال اريا. واحيانا المصل لما بيحصل فيها باثولوجي الزملاء بتاع الفيزيكال ثيرابي او الفيزيوثيرابي بيبعتوا لنا يقولوا لنا عايزين نعمل انفستيجيشن للمصل دي، سواء بان احنا نعمل لها ميجرمنت او سواء نشيك على الايكوجينست بتاعتها ونديها جريدنج زي ما هنشوف لاحقا، او حتى ان احنا ناخد منها بايوبسي عشان تتحل بعد كده هيستوباثولوجيكال ونعرف منها الباثولوجي اللي موجود في المصل ده طبيعته ايه عشان بعد كده تبنى خطة المانجمنت لعلاج الباثولوجي اللي موجود في المصل. فده ترانسفيرز سكان للمصل بيبين لك ازاي بنقيس السكنس وازاي بنقيس الكروس سكشنال اريا. بنمشي على المصل داير داير وبعدين بعد دي يدينا الكروس سكشنال اريا بالسنتيمتر المربع. الكلينيكال او الكلينيشن بيعملوا ستيفنس ريتنج سكيل بيشوفوا فيها كفاءة المصل دي والالاستيستي بتاعتها واتس ريسبونس تو كومبريسيبيليتي عشان يعرفوا المصل دي هيلسي ولا نوت هيلسي. فقال لك المصل اللي هي بالبالبيشن او بالكمبريشن يحصل لها كومبريشن 75% وكون المصل في وضع ريلاكسيشن يبقى دي هيلسي مصل جريد ايه. لو حصل لها في وضع الريلاكسيشن اونلي 50% كومبريشن تو ريسبونس تو بالبيشن او كومبريشن يبقى دي ايه؟ جريد بي، يعني فيها باثولوجي بسيط. لو حصل لها 25% كومبريشن بس يبقى دي ايه؟ جريد 3 جريد سي، ودي تعتبر كده مودريت باثولوجي. لو المصل نو ريسبونس ات اول تو كومبريشن او تو بالبيشن وفي ريزيستنس بون لايك يبقى دي جريد بي ودي ايه؟ سيفير باثولوجي. احنا بقى خدنا الكلام ده او خدنا المعاني دي او خدنا الفكره دي، فكره الالاستيستي او الالاستوجرافي، عشان نطبقها في الاوبشنز اللي موجوده في بعض الاجهزه اللي هي اسمها ايه؟ الاستوجرافي، ونقدر نعرف بيها الايه؟ الفانكشن بتاع المصل دي
بريزيرفد ولا فيها باثولوجي. وفي ابسط من كده للاجهزه اللي ما فيش فيها خاصيه الالاستوجرافي، بنقدر نحكم عليها بالحكمه جريدنج سكيل. ايه هو الحكمه جريدنج سكيل؟ ده سكيلينج للمصل الباثولوجي، بيعتمد على الايكوجينيستي بتاع المصل وشكلها في الالترا ساوند، وبنقارن بظهور البون في الصورة بشكل واضح. ازاي؟ ناخد مثال. عندنا هنا خدنا مثال للريكتس فيمرس، وشايفين احنا الماتريكس بتاعها هايبوكوك وفيها الخطوط الايكوجينيك دي اللي بتمثل الفيلامنت بيتس كفرنج، سواء الاندوميزيوم او البيريميزيوم. وزي ما احنا شايفين كده، شايفين البون، طالما البون كيرفت كده قدامك يبقى انت واخد تي اس في المصل، على طول تعرف ان ده ايه، تي اس او ترانزفير سيكشن في المصل. شايفين البون برايت ايكوجينيك وفي بوستيريور ريفليكشن او بوستيريور ايكو، يبقى ده ايه، هيلسي مصل. جريد 2 المصل بقت الماتريكس الهايبوهوك دي بقت مور ايكوجينيك، ولكن قادرين لسه نشوف البون برايت وايكوجينيك والريفليكشن بتاعه موجود، يبقى ده ايه، مايلد باثولوجي. لو المصل بقت الماتريكس اللي المفروض نشوفها هايبوكو كده بقت كلها ايكوجينيك او بارشل ايكوجينيك، ولسه شايفين حتت فيها هايبو ايكوجينيستي ومش قادرين نفرق الماتريكس من الفيلامنت او الفيزيكلز بتاع المصل، وابتدى البون برايتنس والريفليكشن بتاعها يقل واضح بس قليل عن الطبيعي، يبقى ده جريد 3. امال ايه جريد 4؟ جريد 4 ان المصل بقت برايت ومش قادر افرق الهايبوكوك ماتريكس من الفيلامنت الايكوجينيك ومانيش قادر اشوف البون، يبقى ده كده ايه، ده كده سيفير باثولوجي في المصل، سيفير باثولوجي في المصل. تمام. يبقى احنا فكره ان احنا بنعتمد على الايكوجينيست بتاع المصل علشان نعرف المصل دي هيلسي ولا فيها مشاكل، دي مهمه جدا وهنعرف ايه اهميتها حالا. ازاي بنستخدم الجريدنج ده؟ فور سكرينينج اوف نيورومسكولار ديس اوردر، فور الاميتروفيك لاترال سكليروزس، فور سيريبرال بولسي. كل الناس دول بيبقى عندهم مصل سباستيستي ومصل باثولوجي والدوشين مصل ديستروفي وبقى فيها فاتي انفلتريشن والمصل بتبقى ويك او فيها سباستيستي والبومبي ديسيز، ده شكل البومبي ديسيز زي ما احنا شايفين كده. كمان ايه كمان؟ ده بريدكت ريسبونس تو بوتوكس انجكشن في السباستيك مصل. يعني اصلا الناس اللي عندهم سباستيستي في المصل بيتحقن فيهم المواد دي عشان نقلل السباستيستي ونقلل السيفير فليكشن اللي موجود ونرجع المصل لحاله الريلاكسيشن والاكستنشن الطبيعي بتاعها. ده مثال لحاله كان فيها سيفير سباستيستي، سيفير مصل فليكشن، اتحقنت بالبوتوكس انجكشن وبعد شهر اتفردت كده وحصل لها اكستنشن وحصل لها ريلاكسيشن. ايه فايدته بقى في الكلام ده؟ كل ما المصل قربت على جريد 4 كل ما كانت استجابتها للتريتمنت والانجكشن هتبقى اقل، كل ما المصل قربت جريد 3 او جريد 2 يبقى كده ايه، استجابتها للبوتوكس انجكشن وللتريتمنت وللفيزيكال ثيرابي هتبقى احسن واحسن. يبقى ده ايه، مهم جدا ان احنا بنعرف الجريدنج ده عشان نساعد الكلينيشن ان هو يعني يبني خطه الايه، المانجمنت بتاعته. تمام. طيب قصة ان انت بتشوفش البون، لان الديبوزيشن اللي بيحصل الابنورمال ماتيريال ديبوزيشن والفات ديبوزيشن في المصل بيكون عائق امام الالترا ساوند ويف انها تشوف الديب ستراكشر. وايه الديب ستراكشر عندنا في المسكلو سكريتن؟ هو البون. فاذا كان في عائق للمصل دي يبقى في باثولوجي هنا عمل اعاقة ان انت تشوف الديب ستراكشر اللي هو البون عندنا في هذه الحالة، يبقى ده سيفير جريد اللي هو جريد 4. ده النورمال ماسل بنشوف فيها الفيزيكال زي ما احنا شايفين كده و اون هايبوكوك ماتريكس، وزي ما احنا شايفين دي بتبقى الايه، الابونيوروزس اللي بتعمل فيكسيشن للماسل. ماسل تانية برضو زي ما احنا شايفين ده لونجيتودينال سكان، طالما انت شايف البون لينير كده ولونجيتودينال يبقى ده ايه، لونجيتودينال سكان.
انما لو شفت البون كيرفد يبقى انت واخد كده ايه تي اس، وفي هذه الحاله تقدر تقيس الكروس سكشنال اريا. يبقى كروس سكشنال اريا يتقاس في الترانسفيرس سكشن، بينما اللينس بتاع المصل يتقاس في الايه في اللونجيتودينال اسكان او اللونجيتودينال سكشن. طيب دي الاسهم دي بتشير للايه للسكن والسبكوتينوس تيشو، تمام. طيب برضو ده حبينا نوري حضراتكم الانترا ماسكولار ابونيوروزس اللي هو بيبقى شبيه بوظيفه التندون، بس ده بيبقى امبيدد في المصل نفسها سواء في اون ذا باك اوف ذا ماسل او سواء في وسطها حسب هي يوني بينيت ولا باي بينيت ولا مالتي بينيت زي ما قلنا سابقا. دي الفيلامنت او الفيزيكلز بتاع المصل بتعمل انسرشن في الابونيوروزس، وهنا زي ما احنا شايفين حدود المصل اللي هو الايبي ميزيوم زي ما احنا عارفين واتكلمنا قبل كده. ده في الترانسفير سيكشن زي ما احنا شايفين الابونيوروزس، وهنا البون اللي هي التيبيا باينه هي تي دي 2 بمعنى التيبيا، وهنا الايكوجينيست بتاع البون واضحه، واضح الريفليكشن الهايبوكو اللي اون ذا باك اوف ذا بون كورتكس، معنى ان المصل دي ايه سليمه طالما انا قادر اشوف البون هنا كويس، او على الاقل ما فيش فيها جريت باثولوجي، ما فيش فيها ايه جريت باثولوجي، تمام. طيب معلومة مهمة بقى، إذا قلنا إن الأبونيوروزس ده بيبقى امبيدد في المصل وكل الفيلمنت أو الفيسكلز أو المصل بتعمل انسيرشن فيه، فده دايما بيبقى بروتكتد، بينما التندون بيبقى في طرف المصل بعد نهاية المصل فبيبقى مور سوبرفيشال، فبالتالي التندون هو مور سسبتبل تو تروما أند إنجري، بينما الأبونيوروزس بيبقى دايما بروتكتد. فمعنى كده إن لو حصل إصابة للابونيوروزس ده على طول يديك فكره ان التروما كانت عنيفه وان هيبقى فيه سيفير افكشن للايه للمصل. ده برضو انترنال اركيتكشر اوف ذا سكليتال ماسل فيوزي فورم ماسل، وده لونجيتودينال سكان زي ما احنا شايفين كده الفيزيكال ماشيه بشكل متوازي، تمام. وهنا ايه وهنا زي ما احنا شايفين اون ذا باك اوف ذا ماسل، ده اللي هو بيمثل عندنا الفايبر واديبوز ثابتة، والكيرف ارو ده اللي بيبين لنا الابونيوروزس اللي هو في وسط المصل اللي الفيلمنت او الفيزيكلز بتاع المصل بتعمل انسيرشن فيه، وده هنا حدود المصل حدود المصل اللي هو الايه الابيميزيوم، تمام. يبقى نرجع تاني ونقول الابونيوروزس بيبقى ايه امبيدد في المصل، تمام. وبعدين بعد انتهاء الابونيوروز بيبتدي يظهر لنا التندون بعد انتهاء المصل ايه بعد انتهاء المصل فيلمنت بعد انتهاء المصل فيلمنت، تمام. يبقى ده كله بيبين لنا قد ايه الفرق الجوهري ما بين الابونيوروزس والتندون واهميته في مصل فيكسيشن، ده اللي بيثبت الايه المفصل. معلومه تانية احب اقولها لحضراتكم، التندون بيبقى عباره عن فاين لينير فايبرال انترنال باترن اوف بارل هايبر اكوك لاين، يعني هو اصلا بيبقى شكله ايه هايبر اكوك لاين. في التي اس بيبقى بياخد شكل راوندد او اوفال شيب. بعض التندون بتظهر بعد ايه نهاية المصل فيلمنت، بعض التندون بتبقى متحوطة بساينوفيال شيس، طالما قلت ساينوفيام يبقى اكيد في ساينوفيال فلويد، والساينوفيال فلويد او الساينوفيال شيس بتبقى السكنس بتاعته من 1 لـ 2 ميلي. اذا شفنا تندون من اللي هي بتبقى كفرد بالساينوفيال شيس وفيها البريكيتنج فلويد اللي هو النورمال ساينوفيال فلويد، هذا لا يعتبر باثولوجي ولا يعتبر تينوسينوفايتس. لازم نبقى عارفين ان في بعض التندون بتبقى متحوطه بساينوفيام زي الايه زي اللونج هيد اوف بايسبس، وزي التندون بتاعه الريست، وزي التندون بتاعه الانكل. يبقى دي لما نشوف في حواليه ساينوفيال فلويد بسيط لا يتعدى 2 مللي ان سيكنس يبقى ده بنعتبره كده نورمال، لو زاد يبقى فيه هنا باثولوجي. اما الروتيتور كاف السوبرا سباينيتس الاكيلس الباتيلر تندون
دي كلها مفيش فيها ايه، تن، مفيش فيها synovial cheese covering، بالتالي وجود اي فلويد حوالين التندون يساوي باثولوجي، وبنسميها في هذه الحالة بقى ايه، تندنايتس وبريتندنايتس. في نقطة مهمة كمان في الايميجينج اوف ذا تندون اللي هو الايه، الانايزوتروبيك ايفكت. ايه الانايزوتروبيك ايفكت ده؟ ده بيقول لك ان عند الانجل بتاعه التندون، يعني لو التندون دي فيها اناتوميكال نورمال اناتوميكال انجيوليشن، عشان تعمل انسرشن في المكان اللي هتعمل انسرشن فيه، فممكن ما تشوفش التندون هايبر اوكوك زي ما انت متعود، وفي هذه الحاله ما تقولش ان ده باثولوجي، ده نورمال. ليه؟ لان الالترا ساوند ويفز لن تكون عموديه فيها هذه الحاله على التندون، وبالتالي مش هيظهر هايبر اوكوك زي ما احنا متعودين عليه، بل ممكن يكون هايبر اوكوك ولا يعتبر في هذه الحاله ان فيه تندنوباسي. تمام، يبقى لازم ناخد بالنا من النقطه دي. يبقى اذا السكليتال ماسل على اشكالها المختلفه، في منها الفيوزي فورم اللي بتعمل كونفرجنت عشان تنتهي بالتندون اللي بيعمل انسرشن في البون، او بتبقى بشكل زي الريشه و يعني تعمل انسرشن في الباك اوف ذا ماسل في الابونيوروز اللي بينتهي بعد كده بالتندون زي اليوني بينيت ماسل، او بتعمل انسرشن بشكل متوازي ومنحرف من الجهتين في السنترال ابونيوروز اللي بينتهي برضو في الاخر بتندون، وبعدين يعمل انسرشن في البون. ده الفليكسر تندون اوف ذا هاند زي ما احنا شايفين ستريت تحت البلاك ارو ده باين هايبر اكوك، ولكن هنا هيبتدي يحصل انجيوليشن من بدايه الايه، الهوايت ارو هيد دي، لقينا اللون بتاعه ابتدى يتغير عن النورمال، ده مور برايت، ده مور هايبر اكوك. هل هذا باثولوجي؟ هل هذا تندنوباسي؟ لا. ليه؟ لان في انجيوليشن هنا، وده اللي بنسميه الان ايزوتروبيك افكت. واذا ما كنتش عارفه بالتالي هتقول على كل تندون تشوفه عند الانجيوليشن بتاعته ان ده باثولوجي، وهذا غير صحيح. كمان زي ما قلنا بعض التندون بتبقى فيها ساينوفيال شيز، والساينوفيال شيز بيبقى ايه، فيه فلويد اكسبتد اللي هو الساينوفيال فلويد لحد 2 مللي اكسبتد، ولا يعتبر تينوساينوفايتس زي ايه، زي اللونج هيد اوف بايسبس تندون. احنا شايفين هنا ده النورمال باترن بتاع اللونج هيد اوف بايسبس تندون في التي اس. ما انا قلت لك بقى لما تشوف كده المصل البون كيرف، يبقى انت بتتكلم كده واخد المقطع ده تي اس، وزي ما احنا شايفين الفيسيكلز اللي هي النقط البيضاء البرايت دي اللي عرفنا بيها ان ده ايه، مصل استراكشر. تمام، والايكوجينيستي بتاعتها زي ما احنا شايفين كده بسبب وجود الايه، الكفرنج بتاعها اللي هو الاندوميزيوم والبريميزيوم والابيميزيوم زي ما احنا ايه اتكلمنا سابقا. طيب ده في ال اس سوبراسباينيتا ستندون، وتحت السوبراسباينيتا ستندون ما بين البون اللي هو هنا جي جريتر تيوبريستي، هنا البون زي ما احنا شايفينه برايت، وفوقيه هايبو ايكويك لاين. يا ترى ايه الهايبو ايكويك لاين ده؟ سموث وشارب فوق البون على طول، يا ترى ايه هو ده؟ تمام، تعالوا نشوف مع بعض ايه هو ده، لان ده نورمال استراكشر ولا يعتبر باثولوجي. ده اسمه ايه؟ ده اسمه الهايلاين كارتليج. ايه الكارتليج ده بقى؟ الكارتليج ده له تايبس، هايلاين كارتليج، الاستيك كارتليج، فايبرو كارتليج. اللي يهمنا منه اللي هو الايه، الهايلاين كارتليج اللي بيبقى موجود اكتر في بيحوط البوني اند في الجوينت عشان يمنع ايه، عشان يمنع ريديوس الفريكشن، وعشان ابزوربنج الشوك لما يبقى فيه تروما او شوك ايه يقلل الصدمه دي، بالظبط عامل زي ايه، المساعدين بتوع السياره. وكمان بيسبورت استراكشر، لان بعض المصل والتندون والليجامنت بتبقى ايه جزء من الانسرشن بتاعها في البون، كمان ايه في الكارتريج عشان تثبتها. اذا الكارتريج ده سترونج كونكتيف تيشو بروتكت
الجوينت والبون من انها تحتك ببعضها ويحصل فيها ايه، ارثرايتس وما الى ذلك، تمام. وبيحوط الاند اوف ذا بون وبيثبتها وما يخليهاش انها ايه تحصل احتكاك البون ببعضه ويؤدي لايه باثولوجي بعد كده في الجوينت. شكله ايه الهايلاين كارديج ده في الالترا ساوند؟ بيبقى ايه، هوموجينس ان ايكوك اور هايبو كوكلير، تمام. وبيبقى لايننج الكورتكس بتاع البون في الجوينت، وبيبقى له سوبرفيشال وديب مارجن. اهم حاجة الوصف ده، اهم حاجة في الموضوع ده كله بقى، ثين شارب كونتينوس ريجولر هايبر هايبر كوك. لو هايبر كوك ايه، هو نفسه هايبو او انيكوك، لكن بيبقى له ايه، هايبر كوك مارجن، تمام. بعض الاوثرز بيسموه هايلاين كارتريج او ارتيكولار كارتريج، هو نفس المعنى. ده الترا ساوند ديسكان عند الميتاكاربوفالنجيال جوينت، وده النورمال كارتريج اهو، اهو متحوط بالمارجن بتاعه وشارب وهايبو اوكوك اور ان اوكوك، وايه ومفيش فيه اي ريجولاريتي. هنا الكارتريج حصل فيها ثيننج والريجولاريتي، تمام. ويمكن ما احناش قادرين نشوف البرايت مارجن بتاعه واضح، يبقى حصل فيه كده ايه بروبلم في الهايلاين كارتريج او الارتيكولار كارتريج دي في حاله الايه، الارثرايتس، تمام. دي مرحله متقدمه شويه، ان حصل في الريجولاريتي وثيننج في الارتيكولار كارتريج، وكمان البون ابتدى يحصل فيه ايه، من الفريكشن المستمر ابتدى يحصل فيه ايه، بوني تشينجز كمان الريجولاريتي اهي، تمام. يبقى ده بنقدر نشخص كمان الارثروباسي او الارثرايتس بمعرفتنا بشكل الهايلاين كارتريج. معلومه كمان مهمه، ان اذا شفت الهايلاين كارتريج ده وعرفنا مكانه فين، بيبقى موجود في الجوينت، موجود في الايه، يعني يعتبر superior surface of the bony ends، ما تقولش في ان في هنا joint effusion، تمام. وده بنميزه ازاي، عمر الافيوجن ما بيبقى regular وسموس وشارب كده، لكن الهايلاين كارتليج سموس وشارب وهيبوكوك وله مارجن، الافيوجن عمره ما هي كله مارجن، تمام. فانت بقى دايما عارف الايه، ان فيها حاجه شكل الفلويد اسمها الهايلاين كارتريج، لازم تبقى عارف الايه الاناتومي ده عشان ما تقولش عليه ان هو ايه باثولوجي. ودي بعض الريفرنس للي يحب ان هو يستزيد في الموضوع. بكده بنكون انتهينا من شرح الايميجنج اناتومي للمصل والتندون، وبالتوفيق ليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.